بتعرفي بآخر كم شهر إيرادات مين عم تزيد؟ إيراداتك. لحد هلأ بتكوني جمعتي مصاري بكفوكي لحتى ترجعي محل أبوكي، شو بدك أكتر من هيك؟ مو هذا هدفك من الأول؟ فيني أعرف شو لسه عم تستني؟ أنت ليش هيك عم تحكي معي؟ إجيت لهون لحتى خبرك خبر حلو، بدي أقلك إنه أخيراً تحقق حلمي، أخيراً استرجعت الورق والمفتاح تبع محل أبي، هلأ كل الإثباتات صارت معي، خد شوفها. وينه؟ بكفي تمثيل إنك حدا منيح، حكي لي شو هي خطتك؟ أنت بدك تستولي على حلويات هاري موهان، اليوم بسببك أخي صار برات هذا البيت، وهلأ حتى أنت ما رح تبقي هون. سيدهارت، شو صاير؟ سيدهارت شو عم تعمل؟ وقف احكي معنا، شو عم بتساوي؟ شو عم تعمل؟ هي بتكون مرتك، أنت شو مشكلتك؟ ما عم أفهم شو هالتصرف هاد. جدي لو سمحت أنا بدي تحاول تشوف الحقيقة، ميتاي هي اللي خانتك، مو برامود وشوبهام يلي كانوا ورا اللي صار معي، ميتاي السبب. سيدهارت أنت شو عم تحكي؟ عمك هو المسؤول عن كل شي صار وأنت بتعرف هالشي. وشو عرفك أنه هو المسؤول؟ ميتاي قالت لك وأنت طبعا صدقتها. إذا كانت عم تقول الحقيقة طيب وين الدليل تبعها؟ بس أنا معي دليل، هدول الوراق، شوفهم هدول وراء ملكية المحل يلي رجعته ميتاي بثلاث شهور. كيف صار هالشي؟ بعد ما استولت على حلويات هاري موهان، بعدين أنا شفت حساباتنا خسرنا بآخر ثلاث شهور. يا جدي فيك تفهمني هي ليش ما خبرتك إنها رجعت محل أبوها اللي كانت تحلم فيه؟ يا سيدهارت أنا قلت لحالي بخبر الكل بعد ما خبرك أنت، بس أنت فوراً فهمت الموضوع غلط وما خليتني أحكي. فيك تقولي لي من أول شخص ساعدك لتحققي حلمك هو جدي، ليش ما رحتي لعنده فوراً تخبريه أنك رجعتي المحل؟ يا سيد هارت أنت عن جد فهمتني غلط، أنا كنت بدي خبر الكل بهذا الموضوع بنفس الوقت. ميتاي بكفي تمثلي أنك صادقة، تمثيليتك ما عاد تمشي. إذا حدا منكم بيمنعني من إني أعمل الشيء اللي رح أعمله ما بعرف شو رح تكون ردة فعلي، وهلأ ميتاي ما رح تبقى بهذا البيت. يلا تعالي. يا سيدهارت هذا اللي عم تعمله غلط، أنا مستحيل كون خنت أي حدا من هالعيلة، أنت بتكون زوجي. ميتاي خلص بكفي تمثيل، يلا سيدهارت بكفي تمثيل غلط. سيدهارت ميتاي خبرتك أنت أول وحدة لأنك مرته، معقول ما فهمتي هذا الشيء؟ يلا تعي. سيدهارت اترك ايد ميتاي، اتركها يلا. يا عمتي انت ما بتعرفي هي شو عملت. انا بعرف كل شيء، لهيك انا هون مشان قلن الحقيقه، وانت سيدهارت وقت رح تعرفها اكيد رح تعتذر من ميتاي. مع هيك انا مالي مزعوجه منك لانه الذنب مو ذنبك، لما صار الحادث معك وقت زوجي ومعه أخوك شبهام استغلوا حالتك الصحية بعد ما تقابلت أنت وبرامود، هو إجا على البيت ومعه شبهام وأنا فوراً سجلت محادثتهم على الموبايل. ليك عمي معقول ننكشف وتبين كذبتنا؟ كيف بدنا ننكشف؟ هذا السخيف يلي اسمه سيدهارت هلأ فائد ذاكرته، بعدين سيدهارت ما عاد يصدق ميتاي لو شو ما حكيت، لهيك أنا متأكد إنه سيدهارت رح يرجعنا على شغل العيلة، بس قبل هيك أنا محضر مفاجأة لميتاي وكبيرة. استغل برامود عجز عائلتنا قدامه لأنه صهر، وهلأ وقت صار متأكد إنه ما ضل حدا بهي العيلة بينوثق فيه صار يدور على الحلقة الضعيفة، لهيك استغل وضع سيدهارت لما فقد ذاكرته بعد الحادث. ابني سيدهارت
قلت لك مليون مرة لازم تسيطر على عصبيتك، بس أنت ما كنت تفهم علي أبدا. يلا اعتذر هلأ من ميتاي. سيدهارت، أنت مانك غلطان، أكيد كنت رح أعمل نفس الشيء لو كنت أنا مكانك. لو سمحتوا لا تحكوا معه شيء، مو لازم نحنا نحكي معه أي شيء ممكن يزعجه. سيدهارت لازم ترتاح. يلا ميتاي لو سمحتي لا تقربي مني بس شوي. يلا تعال معي سيدهارت، لازم ترتاح شوي. لك خلص بقى شيلنا من هالسيرة. شوف هالشوفة. يا هلا يا هلا. إذا حدا غلط مرة ورجع غلط مرة تانية يمكن تقدر تسامحه، بس إذا بقي عم يغلط توصل لمرحلة مستحيل تقدر تسامحه. قلت لحالي إذا بتحس بغلطك وبترجع أكيد رح سامحك، بس انت ضيعت هالفرصة. من هذا اليوم ما ضل لك مكان بيناتنا، انت اللي جبرتني اخذ هيك قرار. اذا بعد اليوم انت بتعمل اي شيء غلط ضد ميتاي او حتى اذا حاولت تحرض سيدهارت عليها، ساعتها انا رح انسى هي القربة يلي بيني وبينك طول العمر، وانتو الاثنين ما رح تلاقوا أي مكان بماسورة تخبوا فيه وجوهكم من العالم. أنا بحياتي ما كرهت حدا، بس أنتو خليتوني جرب الكره. ليش هيك عم تتطلع؟ ها؟ هي بتكون أختي. إذا بتتضايق أو بتنزعج منك وقتها رح حول حياتك لجحيم. امشوا. انتبه كتير سخنة، جبت لك الأكلة اللي عجبتك هداك اليوم. قلت لك من شوي بعدي عني، ليش أنت هون؟ طيب اتركي وروحي. سيدهارت إذا ما بدك تشوف وشي خلص مو مشكلة، فيك تاكل منيح لحتى تصير أقوى، وكمان تاخد أدويتك بانتظام، ماشي؟ توعدني؟ سيدهارت رح تنتبه على أكلك ما هيك؟